السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا ليكم على كل الدعم اللي بتقدموه لينا، شكرا لوجودكم معانا، شكرا ان احنا سوا بنحاول من خلال اللي بنقدمه ننشر فكر زراعة الأشجار الخشبية في كل مكان في جمهورية مصر العربية. ستظل هذه الغابة اللي أنا زرعتها في منتجع الأسيوطي من أفضل الحاجات اللي أنا نفذتها، وهنلاقي فيديوهات كتيرة قديمة وهتلاقي فيديوهات كتيرة جديدة إن شاء الله تنزل برضه من نفس المكان. ليه؟ علشان المكان ده كان تحدي بالنسبة لنا في عوامل وظروف غير صالحة للزراعة، ولكن بفضل الله ثم مجهود العاملين في هذا المكان قدرنا نوصل للنتائج اللي انتوا شايفينها قدامكم. وطبعا في فيديوهات كتيرة قديمة هتلاقوها موجودة تحت في صندوق الوصف بتوريكم احنا عملنا ايه حتة بحتة وخطوة خطوة في هذا المكان، ولكن الفيديو النهاردة مختلف لان احنا نعرض ليكم نتائج زراعة اشجار المهاجني الافريقي، احجام صغيرة تبدأ من 30 سنتي وتصل الى 60 سنتي بدون استخدام سندات بدون استخدام اي شيء. لو مهتم ما تنساش تدينا لايك المتين وتسيب تعليقك تحت، ويلا بينا نبدأ الفيديو ده مع بعضينا. يلا بينا يا صديقي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. الجزء اللي انت شايفه من الغابة ده يا صديقي عمره تقريبا دلوقتي داخل على سنتين، والمجهود اللي اتبذل في المكان دوت يكن ليه كل الاحترام والتقدير من إدارة هذا المنتجع، علشان تبقى هذه المنطقة الصحراوية ذات الأراضي القاسية والمياه النادرة واحة جميلة مستقبلا هيتم استخدامها في أغراض كتيرة بجانب الغرض البيئي وكذلك العائد المادي من جني أخشاب هذه الأشجار مستقبلا إن شاء الله بإذن الله. ولكن الفيديو دوت الصراحة لما أحد السادة الأفاضل المهندسين الموجودين معانا في شركة أشجارنا لزراعة الأشجار الخشبية والغابات قلنا له يروح يزور المكان ويشوف نتائج التجربة، لأن أصحاب المكان ما كانوش عايزين يزرعوا أشجار صغيرة، كانوا عايزين أحجام كبيرة، ولكن طبعا من البهدلة والمرمطة اللي شافوها من الشجر الكبير للأسف كان قدامهم خيار إن هم يثقوا فينا، وانا احب اشكرهم على هذه الثقة الغالية. زي ما انتم شايفين الاشجار الى حد ما بتحاول تتعافى من الارتفاعات، الشجر طالع الى حد ما كويس، الشجر نمو خضري الى حد ما كويس، ولكن مش افضل حاجة، سقان الى حد ما مستقيمة ولكن مش افضل حاجة. صدقني الشجرة الكبيرة اما تنزرع هتفضل واقفة سنة واثنين وثلاثة لحد ما تظبط نفسها، عكس الشجرة الصغيرة زي ما انت شايف. شايف الحلاوة دي؟ الحلوة دي بالظبط عمرها في المكان ده شهرين. ايه رأيك؟ خشب، الله اكبر، عود خشب، قلم رصاص، قلم مستقيم، مفيش فيه ادنى مشكلة، شجرة مفيش جنبها سنادة، طلع عافية، مجموع خضري موازن للساق اللي موجود، شغل محترم جدا. علشان لما بنقول ان افضل ارتفاع لاي شجرة خشبية من 30 الى 60 سنتي الناس تصدقنا. ان شاء الله باذن الله اما اخلص شغل في الوادي الجديد هبقى اروح ازور المكان واعمل لكم فيديو حي مطول نشرح فيه حتة حتة للانجاز اللي حصل في المكان دوت. والسادة الافاضل احب افكركم واذكركم ان العرض خلاص بيخلص، الكميات خلاص بتنتهي، علشان اللي هيجي يقول لي عايز اشجار ما هو يعني بعد شهر 12 هنحجز له تحت امرك، ولكن السعر مضمنوش انه يفضل زي ما هو، ده رقم واحد. رقم اتنين هنأخر التسليم، يعني بدل ما كان التسليم في 3 اللي هيحجز بعد شهر 12 الله اعلم ممكن يستلم في 4 او في 5. احب افرجك على الحاجات الجميلة دي، ايه رأيك؟ كل ده من اشجار احجام صغيرة، الشجر مش محتاجة سنادة، كل عود واقف جنبه اهو زي ما هو، شايف شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، شغل محترم. اللي محتاج اشجار مهاجري وعايز يحجز اتفضل احجز، هتلاقي رقم التليفون تحت في صندوق الوصف وكذلك رابط الواتساب للاتصال يوميا من 9 صباحا ل 4 عصرا، والواتساب طول اليوم تحت امرك يا صديقي. وما تنساش دينا اللايك المتين واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. تحياتي ليكم، محمود حمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.